Hello, hello everybody, welcome. I'm sending greeting. Coming back from Imlil, going back to Marrakesh. نسول شي الاخر اللي كاين فوق باش يوريك الا مزيان طلع الا ما مزيانش رجع بحالك كلشي كاين كاين الصباط كلشي كاين هاد الحوايج ماشي ديال سميتو والله بالله الا خصك شي حاجه نعطيك الحاجه ماشي شغلكم ها الحوايج في الخنشه سمع وشوف سمع وشوف ها يا سلام يا سلام يا سلام ما كنتش كنتصور ان منطقه تاع إمليل غادي تكون بحال هكا الترافو ديال المغرب كتبين تاع إمليل ويلكم مرحبا بكم احب بلدي اخوان كيف ما شفتونا من الفيديو الاول وحنا باقي حاصلين دابا 10 ديال الليل كنقلبوا على فين نباتوا ما لقيناش شويه هاك سد يلا بسم الله هاك الله يرحم والدين ترافيك عطيت ديالك صباح الخير عليكم الاخوان مرحبا بكم في نهار جديد في فيديو جديد ما تكونوا بخير اليوم غاديين لإمليل غنجيبو فيها دوارة الله تلاقينا النقل هاكا كنهزهم ديك اللعيبة الله يرحم الوالدين بحال هاكا بلاتي 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 سير اوك اوك طيب وصلنا نخلصوا دابا السيد وحنا معاكم نبي نعرف كيفاش ندوزو لهذا شماروش نهضروا دوار ماشي نطلع شماروش ماشي تاع شماروش انت غادي شماروش اش قلت لك ليا هضر ما كنفهمش الحال نمشي حتى الروفيج نمشي الروفيج ما فيش غنى نمشي حتى في الروفيج نمشي انا دابا نطلع شي الروفيج الا بعد شي حاجه انا هذه ما عليش نروح انا مشيت هذا البلاصه ايميلي مالو الله يكون الصحه لا مزيان مزيان انا غادي نقول لك الكلمه مزيان ماشي نخيب عليك مزيانه ولا بغيتي زعما نطلع لفوق شماروش نطلع الا ما طوش الله يكون هو الله يعاون صافي الله يسلم يلا هذه هي بلا خاطرنا ماشي بالزيه واحد انا نشوف لو جدي معاك باش زعما زوين بحال كنتعطوا بقدر تكون مزيانه كاع اش بالك عطيه ها غير الصباح كله كاين في الروفي وكلشي كاين وحق كاين في الروفي اكيد الغلا نصحو هما ديك يسكن المنزدة هاتيك صاحبي هاتيك كيهضر لنا هاتي ماشي 4000 ريال الروفيج اصاحبي 150 درهم 4000 هاتي ماشي هاتي لا ندوز كما بغا سير اختي هاتي سيني الروفيج غني لانه وي سيدي منه جوج الروفيج هاتي كاينين تما جوج الروفيج فقط جوج الروفيج هاتي كاينين تما كاين 150 حتى 250 تقريبا كارطون ممنوع ممنوع دابا كاين كل خاص تصوبوا بني ولا شنو لا ماشي البني لا خدام في الطريق تنحيد الثلج فهمتي عنده البلا عنده كلشي دوزها في الوقت نجي بعدا جيت الروفيج دابا طلع الروفيج نمشي ناكل اللي عديتو عديتو 3000 عديتو 4000 اللي عجب وكان غادي نلقى عبد الرحيم الفوق نهضر معاه هذيك هاد الناس بحال انا غادي يصبر ليكم شكرنا لما تفهموا كل عوم رجع في النهار الصباط اخر كاين هنا مازال صباح درا عشيه ها جي صباح درا عشيه مازال وهذا مع ثلاثه مع سميتو نوصل للروفيج ثلاثه عشيه ثلاثة العشية ولا أربعة كلشي كاين كاين الصباط كلشي كاين هاد الحوايج ماشي ديال سميتو والله بالله إلا خصك شي حاجة نعطيك الحاجة ماشي شغلكم ها الحوايج في الخنشة إلا خصك شي حاجة نعطيك إلا نتعاونك أمي تمشي اللي عجبك بغيت تطلع عليه شماروش طلع الله يكون عوان رجع وكنسول شي الآخر اللي كاين اللي فوق باش يوري لك إلا مزيان طلع إلا ما مزيانش رجع بحالك يلا زيد توكل على الله إخوان حنا طلعنا مع إمليل ها واحد الجبل هنا فيه الثلج هذا الفوق هنايا منظر زوين هذاك السيد اللي هضرنا معاه قال لي غادي يطلعنا للتوبقال ولكن الاشكاليه ما مرخص يعني هو كيد ولكن ما عندوش الترخيص ديالو دونك المشكل ما زعمناش عليه كنشوف الدراري في الفيديوهات كيطلعوا للتوبقال داكشي ولكن ما عمرني كنت كنظن انها غتكون بحال هكا غير البيزي تاع إمليل وعينا يا سلام انت واحد جوج واعر هنايا اوكي ميت قال اوكي عيط على طيشتي كاي هذاك خونا او دي ولا كيقول لنا نطلعوا غير ارمض ارمض ودير غير هنا نطلع عليها غير انا قال لك 100 درهم واش هذا هو صح لا صافي خلي خلي زيد خلي زيد خلي زيد في حالات واه خلي زيد في حالات دابا بغا يلاح حتى ودي ارمض نمشي غير انا بوحدي راه عرفت الله يعاونك الله يعاونك واخا الله يعاون اخوان دابا حنا يلاه طالعين دابا الارمض خرجنا من إمليل ياك دابا خرجنا من إمليل وطالعين دابا الارمض وشكون دوار واقيلا بوحدو هاكاك مع لطيف هو اللي كان هنا ديجا راه مخالط حنا ما عارف انا اول مره كنجي نوصل لهاد البلاصه هادي غنمشيو للشلال ديال إمليل واحد الشلال زوين هنايا
كاين هنا عندنا واحد الايمي غنمشيو ليهم ديك الساعه ان شاء الله غنطلعوا الارمد. واحد البلان عاوتاني اللي بغى يشوف الفيديوهات ديالته بقى في الاعلى قمه ومع الشلال المتجمد وبزاف ديال الحويجات بلان على الطيف، راه نخلي لكم اللين ديال الفيديو بالضبط. هو داير انت سميتو دي بارتي، درت فيديوهات صغار باش يجيو ساهلين باش غير يكملوهم الناس وفيهم معلومات بزاف النصائح. المنظر طلعنا في ناقص 25 درجة تحت الصفر، ناقص 25 كانت يعني كانت مغامرة، الحجبان تجمدوا وجيت قاسية بزاف، شتاش تتفرج كانت صعيبة بزاف، الشلال تجمد تما. المهم صورنا فيديوهات واعرين صراحة الإخوة، مازال كنطلعوا حق الله، كاينة الطريق كاينة، مازال كنطلعوا من القبيلة. ومشكلة الطريق راه المشكلة طلعة قوية بزاف، انا زعما غاديين وركين يكون خير ان شاء الله. انتما راه فين كنت شفتو هذا ديك الدار لهيه من التحت ديالها، وطلعنا دابا هبطيفه هو فين غادي احنا طالعين. اخوان اللي اثراني وعجبني بزاف في مراكش النواحي ديالها وهاد الشلالات فيما مشيتي وهاد العيون وهاد المجاري المياه، اي بلاصه مشيتي ليها انا في اي ناحيه في بلاصه ديال مراكش ضروري وغادي تلقى فيها شي مجرات ديال المياه. اخوان دابا حنا طالعين لقينا واحد المحل ديال البازار هنا زوين، في شي زربيه زوينين، هادشي ديال تاعي زوينه ديال الخيط الصوفه واقيله، لكن اللي اثراتني وعجبتني بزاف هي هادي، مديرو من الجلد ديال البقر ومصبوغه بحال شكل ديال النمر، زوينه بزاف واعره واعره. زعما الاخوان وصلنا لواحد البلاصه زوينه بزاف، فيها شلال هنايا صغير ما كبيرش بزاف كما شفتوا، وميم طون كاين واحد البلاصه واعره هنايا كدوز عليها، ولكن غير الماء يعني خصك شي حاجه تكون ما توصلش الماء ولا شي لعيبه. اسمع وشوف يا سلام يا سلام يا سلام، شي زين اخويا. اسمع وتمنظر، جنبها صغيرة عالكرة. واو كنت كنتصور ان المنطقة تاع إملين غادي تكون بحال هكا زوينة لهاد الدرجة هادي، كنشوف عند الناس فيديوهات ولكن ما كيبينوش بالتفاصيل بحال هادشي، ولكن راه صراحة فاش جيت ليها راه واعرة بزاف. هادي رسمين فيها الترابو ديال المغرب، كاتبين فيها إملين ويلكم مرحبا بكم. أحب أنا هذا الشلال زويون صراحة، واعر بزاف كيما يتشاف واعر. عرفتي دابا الإخوان كنهضر معاكم وداك ملي كترش كيجي لي على وجهي واحد الإحساس واعر، ولكن منظر ليا فهاد الجبل عاوتاني زويون. شوف واحد الجبل واعر هنايا ثاني، ما عرفتش غيبان لكم ولا لا. عرفتي دابا الاخوان تنسلقوا واحد القمة ديال باش نطلعوا للفوق، وما مشكلة طريق بعيدة ما فينا ما نرجعو، وقررنا نغامروا ان باش نطلعوا معاه هنايا باش نوصلوا للقمه من الاحسن، حيت اذا مشى من الطريق راه صعيبه وخاصك تجي ترجع عاوتاني حتى لفين كنا ولا تعاود تطلع. دونك غادي نبداو من هنايا ان شاء الله ونطلعوا نوصلوا للفوق ان شاء الله. اخوان دابا انا وصلت للقمه هنايا، بس كنسال حيت صراحه عييت. شوفوا عاملين طرا يمين هنايا، المسافه تقريبا غادي تكون شي ما بين 2000 و 2200 هكاك 2500 باش بعيده على سطح الارض، راه مسافه عاليه وباش كتوصل لهنا واحد الفيو زوينه بزاف. انا الاخوان جينا باش نتغداو دابا ناكلو، هانتوما اللوبيا هي خدينا جوج، خدينا جوج طباصل ديال اللوبيا بغينا نقصيو دابا وناكلو ونتحركو ان شاء الله لتحت النوت، ومن تحت النوت نوصلو ان شاء الله لمراكش. الاخوان حنا هبطنا لإمليل ليميشو دارو لك سندوش هذا في الفيديو انت معايا اخويا داري. دابا حنا خدين طريق لمراكش، ما بقيناش شدينا تحت النوت، تلاقينا مع واحد الصديقة ورتي نايم داريا في نايس تو ميت يو اند صاحبنا محمد تحية الناس فين ما كانوا، الناس ديال كازا
free life. That's as you know. Hello, hello everybody. Welcome. I'm sending greetings from coming back from Imlil, going back to Marrakesh. Okay, thank you. Thank you. You're welcome to Morocco. Oh, المهم دابا حنا يلاه دخلنا لمراكش، حطنا الطاكسي هنا ما مكناش في الجلجه حنا، وصراحه عينا بزاف تاع الطيف تاعو عيا بغى يمشي في حالته. دونك غادي نمشي دابا للمحطه باش نقلبوا على الكار وغادي نزيدوا في حالتنا، ما بقيناش غادي نزيدوا حتى شي حاجه هنايا. عطي رجليا ما بقاوش هازين لي صراحه، ما لقيناش طونسبور نيشان حتى حناوت، ما كاينش داك النقل المزدوج. خدينا الطاكسي نيشان 35 درهم من إمليل حتى هنايا حتى لمراكش. صافي دابا حنا دخلنا نمشيو شتو كار. بيس ليكم تهلاو، ديروا خدمتكم راكم عارفين، لايك سبسكرايب بارطاجيو الفيديو.